الانطلاقات تتوالى مشاهدينا ومتابعينا الكرام وشوطنا الثاني عشر تمت انطلاقته بعون من الله تعالى وتوفيقه هذا الشوط الخاص بالقعدان المهجنات الاصايل وشعارات ابناء القبائل التي نتابعها شوط رئيسي هنا ايضا للقعدان المهجنات نصير معكم هنا بالانطلاق نصير بالتحديات نتابع الصداره نتابع المقدمه مذهل راشد بن محمد بن مطر الجبالي من ينطلق على المركز الاول وعلى الصداره المركز الثاني هناك ياتينا شاهين من الجانب الاخر منطلق بهذا الاداء السالم بن علي بن سالم السبوسي من ينطلق مع شاهين على المركز الثاني والمركز الثالث ياتي مذخور محمد بن سعيد بن العامري يقدم لنا مذخور نادر ياتينا على المركز الرابع بانطلاقه خليفه بن سعيد بن سالم لنيبي ومن الجانب الاخر الوصول هناك من منجز عبيد بن السيل بن خيرات العامري وسادس مراكزنا القادم هنا ايضا مهاجر سالم بن سعيد بن محمد الخيالي من ينطلق بمهاجر بهذه الانطلاقه وهملول الراشد بن محمد آه بن دري الفلاحي نعم المنصوري عفوا المنصوري من ينطلق هنا شعار بن دري بهذا الانطلاق هناك ريبال عبد الله بن حمد بن نصرة العامري السابع عن المركز الثامن المركز الثامن غيار لسلطان بن مطر بن مرخان لكتبي من ياتينا بغيار على ثامن المراكز وتاسع مراكزنا القدوم من مثير محمد بن طماطم بن حمد هنا العامري وعلى المركز العاشر المركز العاشر شعار بن قطامي من الجانب الآخر من ينطلق بهذه التحديات وبهذا الأداء الجميل هناك إنطلاقة وتحديات هذا الشوط هذه هي الأسماء ها هي الانطلاقات شاهين قطامي بن محمد بن ثاني بن قطامي السويدي عاشرا نعود مشاهدينا الكرام إلى الصدارة نعود إلى المقدمة إلى المركز الأول إلى صدارة هذا الشوط إلى التحدي هنا تحدي جميل هذا الأداء المميز هو تحديات هذا الشوط والصدارة والمقدمة من غير هنا مذهل هنا الراشد بن محمد بن مطر الكيبالي بشعار بن هزيم من ينطلق بهذه التحديات الجميلة هناك سالم بن الذيب مع شاهين المنطلق على المركز الثاني شاهين سالم بن علي بن سالم السبوسي منطلقا بتحدياته الجميلة على المركز الثاني والمركز الثالث المركز الثالث النادر هنا خليفة بن سعيد بن سالم اللي نبي من يقدم لنا النادر بهذه الانطلاقات والتحديات وصل بالنصره مع هنا انطلاقه ريبال ريبال القادم هنا عبد الله بن حمد بن نصر العامري على المركز الرابع وخامس المراكز شاهين قطامي بن محمد بن ثاني بن قطامي السويدي ومن الجانب الاخر ياتي منجز عبيد بن السيل بن خيرات العامري سادسا المركز السابع المركز السابع مثير محمد بن طماطم بن حمد العامري وصل بن كاسب هنا مع مطفي عبد الله بن سعيد بن مصبع البن كاسب المسافري من ياتينا بانطلاقته تاسع المراكز هنا ابو سيف القادم بشعاره هنا اشقر عمير بسيف بن معضل بسيف المشغوني وعاشر مراكزنا المركز العاشر ياتينا هنا الراهي سليم بالحزمي بن قناص العامري على المركز العاشر هذه هي النتيجه للمراكز العشره الاولى yeah نعود مشاهدينا الكرام الى الصدارة الى المقدمه والى المركز الاول وصداره هذا الشوط هو المندفع بالمقدمه هو بالصدارة هناك والمسيطر على زمام الامور مذهل على صداره هذا الشوط وعلى المركز الاول راشد بن محمد بن مطر الجبالي من ياتينا على الصداره على المقدمه والمركز الاول يسيطر على زمام الامور باندفاع رائعه هنا بالمقدمه وبالمركز الاول شاهين في المركز الثاني السالم بن علي بن سالم السبوسي من ينطلق على المركز الثاني ريبال القادم ريبال القادم هنا عبد الله بن حمد بن نصر العام وياتينا شاهين قطامي بن محمد بن ثاني بن قطامي السويدي من يغير في هذه اللحظات الى المركز الثالث المركز الرابع ياتي اشقر عمير بن سيف بن معبد المشغول من ياتي بهذه الانطلاقه والتحدي من الجانب الاخر ادهم اللويهي بن محسن بزفنا العفاري وياتينا هناك بالانطلاق والتحدي وخليفه بن سعيد بن سالم ملينيبي مع نادر نكتفي بهذا القدر اعود مشاهدينا الكرام الى الصداره نعود الى المقدمه مع الكيل الكيلومتر الاخير من اعلنا هنا بانطلاقته وتحدياته وهنا المقدمه مع مذهل المسيطر على زمام الامور راشد بن محمد بن مطر الكيبالي على صداره على المقدمه وعلى المركز الاول يسيطر على زمام الامور وعلى صداره ريبال القادم على المركز الثاني عبد الله بن حمد بن نصره العامري شاهين على المركز الثالث هنا قطام بن محمد بن ثاني بن قطامي السويدي وياتينا هناك اشقر عمير بن سيب بن معضد المشغول وايضا القدوم من أدهم. اللي اللوهي بن محسن بزفنه العفوري والسلوم والسلوم والسلام التحديات قويه والاثاره اقوى واقوى ولكن هنا المقدمه ريبول ريبول على الصداره على المقدمه وعلى المركز الاول عبد الله بن حمد بن نصره العامري و اشقر على المركز الثاني أحمير بن سيف بن معبد المشغول إيه بهذه الانطلاق ولكن ريبال على الصداره ريبال واشقر التحديات الاخيره ريبال واشقر اشقر وريبول ولكن ال متر الاخيره ريبال لا زال مسيطر ريبال على الصداره على المقدمه وعلى المركز الاول سلام للخالديه سلام في مدينه العين على فوز ريبال عبد الله بن حمد بن نصر العامري تهانينا والناموس ورحبة الوصول إلى خط النهاية معلن الفوز معلن الناموس المركز الثاني وصل أشقر عمير بن سيف المركز الثالث شعار بن مصر. لها لهب مطر بن غانم بن المنصوري وياتينا أدهم اللي وهي آه بن محسن بزفنة لعفاري وهناك شعار بن كاسب هنا أيضا من ينطلق مع مطفي عبد الله بن سعيد بن مصبح لمسافري وشاهين قطامي بن محمد بن ثاني بن قطامي السويدي والتوقيت الزمني أربع دقائق سبع دقائق وثلاثه واربعين ثانيه هو التوقيت <applause> الزمني هذا الانطلاق وتحدي تهانينا والناموس